يقول أفيدكم أن عمري الآن 45 سنة وقد مضى علي 4 سنين من عمري دون أن أصلي ودون أن أصوم رمضان، ولكني في العام الماضي أديت فريضة الحج، فهل تكفر عني ما فاتني من صوم وصلاة؟ وإن كانت لا تكفر فماذا علي أن أفعله الآن؟ أرشدونا وفقكم الله. ترك الصلاة متعمدا خطير جدا، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، و إذا تركها المسلم متعمدا فإن ذلك كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها قد كفر. الله تعالى يقول في الكفار: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ويقول عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على كفر تارك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها، وهو الصحيح من قوله العلماء رحمهم الله. فما ذكرت من أنك تركتها متعمدا لمدة 3 سنوات هذا يقتضي الكفر، ولكن إذا تبت إلى الله عز وجل توبة صحيحة وحافظت على الصلاة في مستقبل حياتك فإن الله يمحو ما كان من ذي قبل، والتوبة الصادقة تجب ما قبلها. أما الحج فإنه لا يكفر ترك الصلاة ولا يكفر ترك الصيام، لأن هذه كبائر موبقة لا يكفرها الحج. وكذلك الحج إذا كنت أديته وأنت لا تصلي فإنه لا يصح، لأن الذي لا يصلي ليس له دين وليس له إسلام ولا يصح منه عمل إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تبت إلى الله توبة صحيحة وحافظت على الصلاة فإن هذا يكفر ما سبق، ولكن عليك بالصدق والاستمرار على التوبة والاهتمام بالصلاة. وإذا كنت أديت الحج في حالة تركك للصلاة فعليك أن تعيده، أما إذا كنت أديته بعدما تبت فهو حج صحيح إن شاء الله، وما مضى من المعصية وترك الصلاة والصيام تكفره التوبة الصادقة. نعم.